هذا حكم أخطاءه وقحة. هتقول لي بقى أخطاء الحكم أخطاء وقحة. لما شفنا وليد وهو واقع جوه المنطقة بمتر والراجل راكبه بعد ما لعب الكورة قدام والفار بيقول له عشان يرجع يقول لك ما فيهاش حاجة، هو جاي عشان اللقطة دي، خلي بالك هو جاي عشان اللقطة دي عشان يحزمك، عشان طول الماتش صفافي أهو. وبعدين يقول الناس يقول لك أصل من بره ومن جوه، بره إيه؟ يا فين اللي بره دي؟ بص احنا عندنا يعني تحليل تحكيمي دقيق ومتعدد، مش هيبقى راينا، هيبقى راي كل خبراء التحكيم في مصر وبره مصر وعالميين كمان، عشان تشوفوا ما وصفوا به المهندس عدل القيعي من اخطاء تعدت مرحله ان هي اخطاء واقعه بجد لا تستحق هذا التوصيف. لو ان هناك اليه يا استاذ ابراهيم تروح لها عشان للتحقيق مع هذا الحكم، اراهنك ان هذا التحقيق سيسفر عن مفاجاه. لو ان هناك اليه وتروح واخد لهم الماتشين اللي حكمهم للنادي الاهلي بنفس الاخطاء وبنفس الاسرار وبنفس الوضوح وتنتهي بنفس الغرض ويتم مهمته بنجاح، لو في اليه في الاتحاد الدولي انا بقول لك هتوصلك لمفاجآت جامده جدا. اخطاء الحكم هنتعرض لها بالتفصيل.